في هذه المدينة المنكوبة نشاهد أعمال البحث والتنقيب في الركام عن جثث هذه المرة في هذه المنطقة على الأقل، وحتى يعني في هذا الظلام الدامس يوجد الكثير من الكشافات، الإنارات القوية التي يمكن أن تساعد رجال البحث والإنقاذ على إخراج جثث. طبعا الآلية التي يعمل بها هؤلاء الأشخاص أو هؤلاء المنقذين يقومون أولا بإحضار الجرافات والآليات لحفر وتمشيط المنطقة، وبعد ذلك يقوم أشخاص أو منقذين متطوعين وحرفيين يقومون بالاقتراب من المكان إذا وجدت جثث، ويقومون بنقلها على متن سيارات إسعاف إلى المشارح، ليست مشارح المدينة هنا في دارنا، ولكن في المناطق المجاورة، في البيضة، في شحات، في حتى في السرت، في الزاوية، في تبرقة، في طرابلس الغرب كذلك، لأننا نعرف رشا أن المستشفيات لم تعد تتسع إلى الكثير، وهناك أخبار عن أن الجيش أو وحدة طارق بن زياد المسؤولة عن هذه العمليات لوجستيا أبلغتنا بأنه سيتم إخلاء المدينة خلال 48 ساعة أو 72 ساعة ماكسيموم الحد الأقصى، بسبب طبعا الأوبئة وما يمكن أن تحدث في الناجين في هذه المنطقة، بسبب طبعا الوفيات تحت الأنقاض التي ستحل للأسف جثامينهم إذا لم ينشلوا من هذه الأنقاض. على كل حال، إذا أخذنا الكاميرا ولو في هذا الظلام الدامس نشاهد هناك إضاءة، كشافات حرفية في المنطقة، وهي تساعد الجرافات التي نشاهد ثلاث منها في هذه الصورة. والطريق التي تقطع رشا غرب المدينة بشرقها هي طريق مؤقت، هذه المنطقة كانت واد، وكان هنا ومن هنا مر الطوفان ليتجه شمالا إلى البحر الأبيض المتوسط وشاطئ درنا. يعني نشاهد تلك السيارات وأزمة أو زحمة السير في المنطقة، هذه جميعها مركبات مختصي كوارث طبيعية، أطباء، ممرضين، وسيارات إسعاف، وكذلك الجيش والشرطة في المنطقة. يعني ما زال بصيص الأمل بإيجاد أشخاص ناجين على قيد الحياة، نأمل ذلك رشا، ولكن من الصعوبة أن معالجة أو التعامل مع هذا الأمر في هذا الوقت من الليل وحتى في الأيام المقبلة، لأن يعني الأمل أصبح ضئيلا بإيجاد جثث أو بإيجاد أحياء تحت هذه هذا. شكرا لك ليث، وشكرا أيضا لزميل المصور على هذه الصور الخاصة للعربية من منطقة درنا، حيث جهود الإغاثة والإنقاذ مستمرة حتى اللحظة. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.